محمد وبالتالي عمر. نتحدى كل الطبقة السياسية هذه تخدم بالوكالة عند غيرها يجيوا للطاولة وينحوا عليهم النزعة هذه بتاع استعراض القوى وهو نهار 10 أكتوبر والملايين والنفير وترشنوا الكلام الفارغ هذا الكل امشيوا للأصل الأشياء. احنا 25 جويلة ممكن حتى من حمام دم من الشعب اللي قاهر كامل على الطبقة السياسية إضافة إلى أنك أنت اليوم يحبوا يدخلونا في حيط مع التخابر مع الأجنبي مع الموجود على الحدود ويحبوا يرجعونا الإرهاب ويحبوا يرجعونا ناس أخرين. يا أخي بالقوة تحبوا تأخذ السلطة؟ ما هيش بالقوة. أنت أخطأ فلتتحمل مسؤوليتك كاملة. تقول لك هذا في إطار احترام الدستور. أخطأ الدستور شكون كتبوا الدستور؟ والدستور هذا ما كانوش يسبوا فيه الطبقة الديمقراطية الكل؟ مش قالوا فيها النات وحطوا شو اسمه الحبيب خضر على المقاس؟ مش حطتوا سونيا بنت أمية تقول هذيك الصياغه؟ ما هو هذا الدستور اللي حطوه عشرة من الناس نفس الشيء اليوم نجم نحطوه مع اضافه استفتاء للشعب خلي يقول راي. ما نحبوا هيك نصلحوا. هو ما حطوا دستور ماهوش على 20 و30 و40 سنه قادمه. حطوا دستور على 10 طيب. سنوات للبقاء في الحكم. طيب محمد عمار قبل ما نعطي الكلمه لسرحان الشيخاوي لا واضيف ايضا واضيف ايضا اليوم مطالب محكمة المحاسبات اليوم بدأت تبعث لحل بعض الأحزاب وعلى مسؤوليته. اليوم فما حزب قلب تونس باعتبار رئيسي موجود ما عنديش مشكلة مع نبيل القروي يعني. عندي مشكلة مع الواحد في عقد اللوبيين سيتم حل قلب تونس في علاقة برئيسي وتم إرسال على الأقل لعشرة وعشرين أو خمستاشر قائمة لقلب تونس وهناك أيضا لحركة النهضة إرسال رسائل رسمية في علاقة باللوبيين والتمويل الخارجي لهذه الأحزاب ويجب حلها. تحبوا تنظفوا المشهد السياسي بل ما نمشيوا الانتخابات ونحبوا نطبقوا القانون الداخلي. هذه أمنية ولا مش أمنية مسار قانوني تتوقع أنه مش جسد أنه تم إرسال لبعض القوائم داخل قلب تونس ولرئيسي باعتبار قضية ثابتة وذي اللي حكيناه وساعتها عملوا لي مسلسل في قناة الزيتونة ومسلسل آخر في نسمة من غادي والتصريحات الخطيرة ومحمد هذا هو القانون اللي حكيت عليه هنا.